السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا فندم؟ ازيك؟ منوره يا رامي، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ جبت لكم قلب انا جاي. واو، على الرومانسيه بقى، على الجمال. ميرسي يا رامي، واهل الرومانسيه يا رامي. الله، عاملين ايه؟ الحمد لله تمام. انت ايه الاخبار؟ كله تمام الحمد لله. لا بجد القلب حلو مبهج. شفتي؟ نتكلم حتى على حلقتنا النهارده. ايه الاخبار؟ تمام تمام، بس معنى القلب يبقى انت رومانسي على فكره. رومانسي شويه يعني. هنعرف دلوقتي. هنعرف مش عارفه بصراحه. يعني هي الحلقه اصلا النهارده عن الرومانسيه. كان ممكن نجيب مين معانا النهارده غير رامي صبري؟ حبيبتي ربنا يخليك. شكرا، انا مبسوط النهارده معاكم، ومبروك البرنامج بتاعكم الجديد. الله يوفقكم دايما واكرمكم، ومبسوط ان انا معاكم وكل الجمهور شايفنا. ان شاء الله يبقى برنامج جميل ويكسر الدنيا طبعا، طالما جبناك في حاله رومانسيه يبقى جميل. اكيد. طب ايه رايك بقى يا رامي في فنجان شاي؟ يا ريت. يلا انا جاي على طول جاهز. احلى واجب النهارده. احلى واجب النهارده. الله يخليك. ممكن تساعدها شويه عشان تساعدني؟ حضرتك ممكن يحصل لها بسرعه. قول له يقع دلوقتي. ثانك يو رامي حبيبتي. شاي ساده ولا شاي باللبن؟ لا شاي سادة. شاي سادة؟ اوكي. طب ممكن بقى ساعدني بقى يا رامي. بقى ساعدني بقى. انا جايبينك نسايبك معانا يا رامي النهارده معلش. لا لا خالص خالص. خلي بالك يا رامي يبدو عليك. خلي بالك. انا بعذر على فكرة، بعذر والله. طب رامي. تمام تمام تمام. ايه بقى؟ تي كاب كيك وفيك. لا انا بصي بقى، انا اصلي ايه، ما بحبش انا الحاجات دي. جامد بقى ورياضه ودايت. جامد. لا لا انا كده شجعك. والله. طب ما مش اي حاجه ولا حتى سكر يعني عينك كده ما جاتش عليها؟ طيب لا يعني طبعا مكررتش في الحلقات كفايه ان عيني تشوفها بس. مكررتش تخبط النهارده في حاجه كده؟ لا والله مش بحب للاسف. لل يعني المنظر جميل طبعا، بس انا مش انا بس انا رياضي. بقالي فتره كده مركز في موضوع الدايت ده جامد. رامي انت بدات بالالحان قبل ما تغني، شايف بدايتك مع المزيكا فادتك اكتر لما ولا لما غنيت اكتر؟ بصي هو انا درست الاول، انا كنت عايش الاول في دبي معانا، وبعد ما عشت في طفولتي وانا صغير هناك، فما كانش فيه هناك حاجه اسمها موسيقى اصلا. فانا كنت من صغير بغني يعني، وانا عندي 4 سنين 5 سنين بحب المزيكا جدا وبروح لها دايما. فوالدي قال لي وامي انت لازم تنزل تتعلم مزيكا في مصر. كان لازم اخش الاول مدرسه في مصر 3 سنين، ودخلت مدرسه في المانيال، فاكر انا المدرسه طبعا. وبعدين دخلت المعهد العالي للموسيقى العربيه اكاديميه الفنون، فدخلت ودرست المعهد، دخلت قسم اسمه تاليف ياسر عبد الرحمن زي عمر خيرت، قسم تاليف موسيقى. ده قسم صعب جدا. الحلوه بقى. لا ده حاجه، دول حاجه كبيره احنا بنحبها. ايوه. فكنت بشوف بقى النجوم هناك، شوف عمرو دياب، شوف محمد فؤاد، عامر منيب. اول واحد تعرفت عليه كان عامر منيب، هو كان الله يرحمه. الله يرحمه. انا كنت بعشق البني ادم. ده كان جدا. جميل جدا. جدا جدا جدا. ده اول واحد لحنت له اغنيه، وهو اول واحد نزل اسمي كملحن. انا مش ملحن اصلا خلي بالك، هو انا عندي موهبه التلحين، بس ال الاساس عندي اللي انا بغني مش بلحن. بس هو التلحين هي اللي جت يعني زي ما ربنا بيقول، زي ما بنقول كده يعني، هو ربنا ابتداها معايا بالتلحين. فبعد شويه عملت العامر، عملت فضل شاكر اغنيه برضه. الله فضل شاكر. فضل فظيع. جميل فظيع. عملت بقى بعد كده لشيرين، اصلا شيرين كانت صاحبتي وزميلتي في المعهد، ولما غنت الالبوم الاولاني اللي هو كان هي وتامر، وبعدين هي لوحدها جرح تاني، كل ده تقريبا. كل ده الفتره كنا مع بعض فيها يعني. احنا اصحاب، فريندز يعني، فريند وشله كبيره بقى انا وشين وناس كتير. بس فابتديت بقى في حته الالحان دي لغايه لما شفت طارق العريان بقى في 2005. تعرفت عليه عن طريق واحد صاحبنا، رحت له بيته في مصر الجديده، قعدت معاه. هو شخص لطيف، لطيف كده وجان وكده وعظيم في نفسه كده وجميل. هو انا حبيته من اول يوم يعني. سمع شغلي، انا كنت عامل اغاني من البومي الاولاني حبيبي الاولاني. سمعته حوالي 6 اغاني من الالبوم، كنت انا ابتديت اشتغل فيه بقالي 2 سنين. الحاني طبعا. سمع هو حصل له كده حالة
يعني دخل في المود وقال لي انت حاجه جميله. طب ممكن تدخلنا في المود تاني برضو على حبيبي الاولاني؟ معلش انا طماعه النهارده برضو بعشقها. بص بالاغاني اللي بنعشقها بصراحه. ماشي. هي كلمات مين حبيبي الاولاني؟ كلمات عمر طاهر. عمر طاهر صديقي وحبيبي وعشره العمر، زي مخرج برنامج ايوه شوره شوره حبيبي وصديقي وصديق عمري. صحابي اللي بجد اللي عشرة العمر دول، مهما بصي مهما احنا اشتغلنا ونجحنا وكبرنا وشفنا ناس ولفينا في كل حتة، صحاب زمان ما ينفعش ننساهم. يعني مش موجودين دلوقتي. لا مش موجودين دلوقتي خالص، لان دول اللي يعرفوكي من قبل ما تبقي حاجة ولا هم يبقوا حاجة كمان. فاهم قصدي؟ ربنا يخليكم لبعض حبيبتي. كنا نقول ايه بقى احنا؟ حبيبي الاولاني صح؟ يا قلبي هي مرة بنتلاقى في العمر مرة، ومهما نحب تاني ما بننساش. حبيبي الأولاني صعب في يوم يرجع لي تاني، بس مهما يكون نسينا ما بننساش. ده الفراق أدرك نصيبك، ليه يا قلبي اللي يسيبك؟ يبقى طول عمره حبيبك بس ليه؟ ممكن أنسى اسمي وأنسى الناس وأنسى أعيش، بس أول مرة أحب ما بتتنسيش. وتعتر الله عليك يا رامي بجد تحفة. اتجوزت عن حب ولا صالونات؟ لا مفيش كلام ده، اكيد حب. ما اقدرش اتجوز صالونات انا. رامي صبري رومانسي. ما اقدرش. على فكرة انت رومانسي. يعني مش قوي يعني. لا رومانسي. مش عارف. طب وفي رأيك اكتر الاغاني الرومانسية ايه هي؟ بتاعتي يعني؟ طبعا طبعا بتاعتك. طبعا طبعا هغنيها. طبعا. انا اقولها اغنيها. أيوة. صح طبعا. بصي هو انا مؤخرا في 2020 عملت اغنيتين انا بشوف ان هم من اهم اغنيه في تاريخ حياتي، من ساعه ما غنيت من 2006 لحد 2020، يعني 14 سنه تقريبا. عملت فيهم 6 البومات وحوالي 20 اغنيه سنجل، ما شاء الله. منهم دويتو مع الفنانه العظيم اختي صديقتي اصاله. اصاله تحيه كبيره طبعا للفنانه اصاله. طبعا بنموت فيها. طبعا حبيبتي. وعملت اغنيتين السنه دي منهم اللي هي انا بشوف ان هم من اهم الاغاني عندي، اللي هي حياتي مش تمام. خصمنا شوارع كلنا يا رامي بقى. وغريب الحب. انا بعشقها غريب الحب. فغريب الحب دي مثلا انا يعني من الاغاني برضو مؤخرا في الفتره اللي فاتت، السنين اللي فاتوا، اللي جات لي ما فكرتش فيها عملتها على طول يعني. فدي انا ممكن اغني لكم منها حتى. دي احلى اغنيه. الله بجد 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 بالنسبه لي. أيوة. انا بصراحه الحمد لله. مش ممكن. غريب الحب من فمه، ما بين اتنين بيتفارقوا وبين اتنين بيتفهموا، في حد الحب ده سرقه وحد الحب كان وهمه. غريب الحب من فهمه، ما بين اتنين بيتفارقوا وبين اتنين بيتفهموا، في حد الحب ده سرقه وحد الحب كان وهمه. والفرصة التانية بنستناها، وهو بنصلح غلطات بعد ما عدنا الحسابات، حتى ولو مش قصدين. وإن كان في حاجة احنا خسرناها،
هنعوض في الجيات لسه في عمرنا حكايات هنسيب فرحتنا لمين ونروح ونسيب ونقول ما حصلش نصيب ونغيب والشوق لو يجي لأي حبيب يفكروا باللي اتنسى بعد ما جرحه يطيب. الله. طيب رامي في أيوة. نلعب؟ هو في اكتر من كده لعب؟ لسه بدري. لسه بدري. احنا لعبتنا النهارده سهله. اسمها الوان. الوان الحب. يعني عارف القلوب اللي في الواتساب كده والفيسبوك والحاجات دي؟ هي كده هتشوف زيها في الكروت. نسحب بقى اول كارت؟ انا اسحبه؟ اتفضلي. شفت ايه؟ الموف. قلب موف. قلب موف ده وده بيقول انا ما اعرفش مثلا عمري ما شفت قلب الموف ده. لا لا هقول لك عليه دلوقتي. ايوه هتلاقيه موجود. قلب الموف ده بيقول احنا جامدين قوي وما بيفرقش معانا حاجه خالص. يعني هو يعتبر ايه؟ قلب القوه كده وتجاوز العلاقات السامه او المؤذيه في حياتنا. خرجت بقلب موف قبل كده من علاقه يا رامي؟ علاقه ايه؟ اي علاقه؟ حب بقى اصحاب. اي علاقه؟ اصحاب. في صحاب. وفي حب اكيد زمان يعني. اللي هو خلاص انا قوي انا مش دي علاقه سامه انا هخرج. لا انا عموما شخص مسالم. يعني ايه لما بلاقي حد مسمم؟ يعني ايه مسمم؟ يعني مش بس بيتخانق بس هو مؤذي. عارف الانسان المؤذي ده؟ انا ما ولا بتخانق معاه ولا بعاتبه ولا برد عليه. في ناس النقاش معاهم تضييع وقت. صح ومالوش لازمه وهم الحقيقه ما يستاهلوش فعلا. فهم دول اللي نديلهم الموف على طول. طب رامي صبري تغني اغنيه ايه اللي يعني في علاقات المؤذيه دي؟ دي اغنيه ماليش دعوه دلوقتي. الناس المؤذيه اللي انا عملت اغنيه جديده اصلا عشان الناس دي اللي هي شطبنا الجديده. ايوه شطبنا. طب قولها. احنا قلبي استجدعنا ياما زمان وجبرنا خواطر من غلطاتنا لازم نتعلم عادي وما يقعش الا الشاطر. احنا يا قلبي استجدعنا ياما زمان وجبرنا خواطر من غلطاتنا لازم نتعلم عادي وما يقعش الا الشاطر. طيبه قلبي دي بتطمعهم بتشجعهم يتصرفوا كده اخلص منهم وابعد عنهم وهندمهم قوي على كل ده. شطبنا قفلنا بابنا على اللي اختار عذبنا والله. خلي بقى اللي بيتسلى بعيد وبغير يروح يتسلى. انا شفت كتير بعنيا وفعلا تحت ايديا ادله. يلا السكه اللي تودي يلا يلا يلا. شطبنا قفلنا بابنا على اللي اختار عذبنا والله. اغنيه لذيذه قوي بتاعت الناس دي بقى. ايوه لو باي باي. القلوب الموف. طب نشوف بقى القلب اللي بعديه ايه. ده موف برضه؟ لا مش موف. لا مش موف. ازرق. قلب ازرق. ايوه عندي يا عم الوان. ايه انت ليه بتشوف السر يا عمي؟ عادي ده مش سر. ايوه القلب الازرق اللي هو القلب الدعم والمسانده والمساعده في حياه رامي صبري. طبعا الناس اللي بتقف دايما جنبنا وبتساعدنا وبتدعمنا. قول لنا مين اللي وقف جنبك دول بقى احسن ناس. انا شخصيا طبعا باخد منهم الطاقه الايجابيه بقى دول لان انا بحب الانسان جدا الانسان اللي عنده الطاقه الايجابيه ده. الله. ففي طبعا ناس كتير منهم امي ومراتي واصحابي اللي حواليا ربنا يخليهم لك طبعا. طب وعايزه بقى لازم نسمع دلوقتي بقى اغنيه بتحس فيها الدعم بقى والمسانده. والله مش عارف الاغنيه دي اللي ما عملتش حاجه ترد على القلب الازرق. في اغنيه بتديني طاقه ايجابيه انا عملتها من فتره في البوم وانا معاه. تقول ايه؟
حاول دايما بأي طريقة تحلي أيامك، ليه تزعل عاللي راح من عمرك وبكرة قدامك. عاملة كده بقى حلوة أغنية تديني طاقة إيجابية. هي أحسن طاقة إيجابية وحتى طبعا رامي يلا شدنا قال لي كمان أحمر أحمر يعني شيرين مراتي غني أغنية لشيري بقى. شيرين؟ ايوه طبعا انت قلت القلب الاحمر شاري بقى على طول. هي شيرين بتحب اغني لك حاجه، اغني لها حاجه بتحبها طبعا. طبعا بروح كتير اماكن واشوف ناس كتيره وما بجيبش سيره عنك في الكلام، قطعت خلاص ما عارفك وكل اللي عارفك وما بقاش في بيننا سلام او كلام، ده انا خصمت الشوارع اللي مشينا فيها عشان يهدى بالي وارتاح من الالام، ما بسمعش الاغاني ولا بيشغلوني المشاعر دي تاني ولا عندي اهتمام، وليه رغم الكلام ده مفتقدك بشده ومن يوم فرقنا حياتي مش تمام. مش ممكن. الله الله عليك. تبقى يعني لولاها كان هيبقى فيها ايه غلط كتير، كنا بنقول كانها كتير قوي. بالظبط. معانا رامي صبري لسه يا جماعه منورنا، وهنعرف حكايته ايه مع الاكل فخلينا نرحب الاول بشيف الجميله خضرة منورانا. منورانا النهارده يا خضرة. اهلا وسهلا. انت عارفه بنموت في اكلك اصلا. حبيبتي هناكل ايه بقى النهارده؟ النهارده انا عامله طبق من الاصل الروسي اسمه بيف استراجانوف، يا رب يعجبكم يعني. ان شاء الله. ان شاء الله اكيد. ما اعرفوش انا الطبق ده. من اصل روسي. طبق اصل روسي. انت طباخه؟ شيف فندقي اصلا. بجد؟ ماشي تمام. استرت انا؟ يلا استرت. هو عباره عن ايه؟ لحمه وايه؟ لحمه، عندي لحمه هنا. أيوة. وفلفل الوان، مشروم، وصور كريم، بصل شرايح، ومكعب مرقه للناس اللي بتحب دي شوربه. انا مفضله شوربه اللحمه. تمام. وملح، خل عنب ابيض، وزيت، وفلفل اسود بس. واو. هو رمي. طبق خفيف مفيش توم. ها لا لا رامي، هو اخبارك ايه بقى في المطبخ؟ يعني بتحب تدخل المطبخ تلعب كده ولا غاوي بس على تغني بقى الشاري هي بتطبخ مثلا ولا ايه؟ لا اولا انا بحب المطبخ جدا وبعمل اكل كتير كويس جدا. جدا والله. ايه الاكلات اللي انت بتعرف تعملها؟ بعمل الستيك كويس جدا، المكرونات الوايت صوص شاطر فيها. برافو. بالجمبري مثلا. برافو عليك والله. كل انواع الشيم بعمله كويس جدا، المشوي والمسلوق والمقلي والشوربة الجمبري السي فود الوايت صوص. لا خطير. الريحة بدأت تفحص. اللحمة هنا متبلة أصلا فلفل اسود وملح بس وشوية زيت. أنا أول مرة في حياتي أحضر برنامج في مطبخ. بجد؟ ده حظنا على فكرة. حظنا مدح حلو يا رامي. رايح حظنا بجد يا رامي. حظنا كتير قوي. أنت كده حطيتي ال حظي أنا بقى. أولا اللحمة دي نوعها إيه؟ دي قطعية أنا قطعها من الانتركوت، لكن هي تمشي برضو من لحمة البوفتيه. القطعية اللي بيطلع منها. بس دي بتاخد وقت على فكرة. ما هي هنا أنا طبعا هي المفروض لما بتاخد الشوربة بتتخمر بقى مع بعضيها كده، تتساب شوية تتخمر مع بعضيها وتاخد النكهة، ولاست آخر حاجة بقى الصور كده. يعني بنزل لها كل حاجة، وآخر حاجة هتنزل هنا هي الصور كريم لما تكون اللحمة بتاعتي بقى إيه استوت كده ودبت مع البصل مع الفلفل كلها اتنكهت ببعضيها، وطبق تستو عالي وحلو ورومانسي. طب هو الطبق ده عبارة عن لحمة وإيه تاني؟ هو لحمة. بعد ما اللحمة على طول هتشوح معايا هنا. أيوه. هنزل بالبصل وهنزل بالمشروم، وبعد كده الفلفل الألوان، وهبتدي أديله أطفيها بالخل العنب الأبيض. الطافيه دي اللي هتدي التست العالي قوي. وبعد كده شميت الريحه دلوقتي. لا ولسه لما هنخلي العنب ينزل كده مع الكراميل، الكارملز اللي بيبقى في الطاسه ده بيدي تست عالي قوي ويخلي العنب الابيض. طب ليه مش عامله جنبها رز بسمتي مثلا؟ والله وانا يعني بحب دايما يعني بحب دايما كده شكل الطبق البطاطس البيوري، بحب ادخلها جنب الاستيكات الحاجات دي، بحسها
ارقى شويه من الرز، وخصوصا ان الناس اللي بتعمل دايت دايما بتجنب الرز. هو اللي بيبقى جعان بيشوف ارقى ولا مش ارقى؟ هو اللي بيبقى معاه اي حاجه. ما هو عشان كده اللي بيجوع ما بيشوفش ارقى. وطبعا التوقيت، طبعا التوقيت ان الاسلم هنا البطاطس في البوريه دوت. بحس ان اللحمه لازم يبقى جنبها حاجه تتاكل بيها، رز مكرونه. لما اكون بعمل طبق شرقي او ممكن يمشي، هو ده يمشي جنبه المكرونه البيضه قوي. يعني اقول لك على حاجه، يعني المكرونه الوايت صوص تمشي مع البنه. اسالك سؤال بقى، انت بتحبي الاكل؟ ها طبعا بحب، انا بطبخ عشان بحب الطبخ. انت استاذه انا فاهم، بس انت نفسك بتحبي مثلا نوع معين من الاكل بتحبي تروحي تعمليه مثلا لجوزك او اولادك او كده، او شاطره فيه في البيت؟ طبعا بتفنني. ايه بقى هما؟ هو انا بلعب في السمك حلو قوي قوي جنب السمك. الجانب بتاع السمك ده. ايوه يعني مهما اعمل في اصناف سمك بتبرز معايا قوي، وبقدر اطلع منه شغل عيب. السمك وايه كمان؟ وايه كمان؟ والله كل حاجه، كل حاجه. ملوخيه. طبعا انا الملوخيه باشكالها كنت باكلها الاول، بحب دايما اعملها بالجمبري بالفراخ. لا ما بحبش انا الملوخيه خالص بقى اي حاجه. تمام. ولادي طبعا الملوخيه اصلا حكايه سكر. طبعا الاطفال بيعشقوا المكرونه البشاميل والحاجات اللي بالصوصات البيضاء. بحب الحاجات دي. جوزي مثلا شرقي شويه، ادينا ملوخيه، رز، فراخ محشيه، صينيه بطاطس. ليكي في الشرقي اوكي، ليكي في الايطالي. لكن انا بقى الغربي، عشان انا زي ست بكره المواعين، فبحب الطاسه لوحدي. طب عملتي بقى ايه خضر دلوقتي؟ انا هنا ضفت البصل مجرد ما اللحمه اتشوحت. ريحه بقى دلوقتي. طب انا عايز اسالك سؤال بقى، عشان بس الموضوع ده مضايقني، انت عملتي ايه دلوقتي؟ انا ضفت البصل. لا لا قولي لي كده رقم واحد. اول حاجه انا حمرت اللحمه. اللحمه اصلا كانت متبله فلفل اسود وملح بس. تمام. متبله فلفل اسود. قبلها بقد ايه؟ مش شرط، لاني انا مش حاطه لي التتبيله، انا حاطه بس للنكهه يعني، انت مش اكتر. لكن لو تتبيل اكيد مش اقل من ساعتين. انا عايز اشوف لما اقدر. هتديه اللحمه وبصل وايه تاني؟ اللحمه والبصل لسه ما ضفتش اي حاجه. بس شريحه بقى. تمام. هنزل. لا اصل اللحمه اصلا نوعها كويس. جدا. قطعيه فريش. ايوه اللحمه لما بتبقى نوعها كويس وحطيت عليه ملح فلفل اسود سبتيه 10 دقائق. هي الخبير ستيك فعارف الشغل ده. الانتر كوت فيه اولا فيه دهون، وده بيدي تيست عالي، يعني فيه نسبه فات بتدي تيست عالي. وفي نفس الوقت هي قطعيه مخصصه للشوي، فبتلاقي فيها يعني زي اللي هي البنول عليها، الحته اللي فيها العضله اللي يعني الحيوان بيحركها كتير، الحته دي دايما بتبقى عصارتها كتيره. صح. عشان فيها عضله، فدي احسن حته لحمه للشوي او للتشويح. المشروم. يبقى انت كده لحمه فلفل اسود ملح بصل مشروم. ايوه. انت شكلك هتطبقها في البيت ولا ايه؟ في زيت؟ طبعا في زيت. امتى الزيت؟ الزيت في الاول، انا حطيته في الاول خالص. زيت عادي؟ ايوه زيت عادي. لا بقولك اصل انا بحب، انا حاطه زيت ذره. تمام. بحب اعمل اكل. يعني انا في ناس صحابي بيقولي كل اسبوع عشان ياكلوا اكل من عندي انا بعمله. والله. ايوه عشان كده بص بركز قوي في الاكل. عادي. ده زيت ذره. بحب ده زيت ذره. ده زيت ذره. الكميه زيت ذره اللي انا استخدمته. اوكي. الكميه اللي حضرتك حابب طبعا تستخدمها للنسب او السعرات بتاعه الطبق بتاعك انت بتتحكم فيها، لان طبعا الطاسات الغير لاصقه خلتنا دلوقتي نقدر نقلل نسبه الفات شويه. ليه بقى؟ لان هي انت هنا الطاسه مش محتاجه ان انا انزل الفات كتير عشان الحاجه ما تلزقش، هي مش هتخليها تلزق لوحدها. أيوة. فطبعا لنسبه السعرات، لو حضرتك بتعمل طبق مثلا بتقيس السعرات بتاعته، فانت تحط نسبه الفات اللي انت عايزها اللي انت حاببها. الله. طب سؤال، الاكله دي دايت؟ هي الحاجه اللي مش دايت فيها او اللي نقدر نقول عليها هاف دايت، هي المفروض تاخد كريمه. انا حاطه لها هنا صور كريمه عشان اقلل نسبه الفاتس. وريني كده ده صور كريمه. دي طبعا نفس نكهه الكريمه، وهتدي نفس الاحساس والذوق اللي هو لما تدوقها كان انت اديت. عارفها انا دي. دي زبادي ولا ايه؟ لا هي ما بينش معينه كده، لكن هي حاجه كده روعه. يعني بقدر فعلا عامل زي الزبادي على قد الامكان بدخلها بديل الكريمه يعني. وانا مش عايز اقول مفاجاه ان انا اللي بطبخ في البيت مش مراتي يعني. الله. حلو حلو شارب. لا لا شارب حلو. حطيتي ايه يا خضرة؟ خل العنب الابيض انا طفيته. مراقبك انا على فكره. ده مركز معايا. طفيته بس خل العنب الابيض. انا بس مش بحب الـ 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 الالوان في الاكل. لازم هتجرب في البروجرام. لا هدوق هدوق. لو الناس دعوه. يعني انت متخيل ان بعد الريحه دي مش هاكل؟ بعد الريحه الفظيعه اللي احنا شمناها دي يا جماعه مش ممكن. مش ممكن والله. لا اكيد طبعا. انا هنا اخر حاجه فضيتها الشوربه. اوكي. الاول زي ما قلنا نزلت اللحمه، خدت التشويحه. تمام. بعديها ضفت عليها البصل مجرد ما اتشوحت، المشروم، الفلفل الالوان،
طفيتها فهتخلي العنب الابيض واخر حاجه نزلت بيها دلوقتي الشوربه. الله المفروض بقى رشه ملح صغيره. التراكوه بقى بيعملوا ايه بقى؟ التراكوه بيجيبوا مثلا اكل زي دي ايوه ويقوم عاملينها ايه في ساندوتش كده زي عندنا كي بيسموه اللي هو زي التورتيلا زي عيش الصاج ممكن اللي بنعمل فيه الشاورما كده ايوه ماشي ويحطوا اللحمه دي ويحطوا فيها جبنه سايحه خالص. الله لا تقيل قوي الكلام ده. الله ايه ما تعملش دايت يا رب ما تعملش دايت. الله ايه وزن الاكل ده كله. بتاكل ايه دلوقتي؟ دي مكعب مرقه اللي بيحب طبعا ده مهم عشان الطعم النكهه النكهه كمان بتحب الاكل قوي. طب انا عايزه اعرف بفهم فيه ايوه ما ده احسن حاجه عشان انت بتحب الاكل فبتفهم في الاكل. ما انا متعتي لما بقعد في البيت بعمل اكل اختراعات بقى واحنا قعدنا كتير قوي في البيت الفتره اللي فاتت كلنا بقى كل شوارع يا رامي سببك اخر حاجه هضيفها هنا هي الصور كريم. الصور كريم المفروض بقى اسيب الطبق اتغطى كده وعلى نار هاديه وتقلبي برده يا خضر يندمج. طب انا مش عارف الصور كريم ده بيعمل ايه. ده اللي بيدي اولا تست العالي بتاع الكريمه ولو حبيت دلوقتي يعني هي المفروض الطبق ده ياخد كريمه بس انا مش ليه ياخد كريمه ليه؟ لانه هو الطبق اصله كريم. الصور كريم هنقول ان احنا خدنا 50% من الفاتس بتاع الكريمه شلناها على جنب يعني نقدر نقول ان احنا نزلنا 50% من الفاتس بتاع الكريمه في الطبق اللي احنا هناكله. ادام انا وحشني طبق وعايزه اكله وانا عامله دايت يعني بحاول قدر الامكان اشيل 50% من الاذى اللي جواه يعني مش اكتر. هي مش اذى هي متعه بس دكتورها يعني هي انا بحاول بقدر الامكان ان انا اكل اللي نفسي فيه واوديه في سكتي. بصي انت عايز اقول لك قاعده ايه بقى؟ لو عايز تعملي دايت بجد ما تفكريش في الاكل. هو شيف ما يفكرش في الاكل حضرتك؟ لا ما انت بقى شيف عايز تعملي دايت. ده الواحد وهو بيعمل دايت بيقعد يفكر في الاكل كله عشان من الجوع وحارم نفسه على فكره. انت بس عشان جعانه بس والله. لا في الطبيعه على فكره حتى لو انا مش جعانه بس لو عامله دايت مبدئيا الممنوع مرغوب زي ما بيقولوا. انا عامله دايت دلوقتي فبقعد افكر في الاكل. طب انا نفسي في ايه ونفسي في ايه؟ بس عايز اسالك على حاجه. الاكل فعلا اللي انت لو كلتها كل يوم عمرك ما هتزهق منها؟ عمرك؟ والله سي فود والله ما بهزرش. كل يوم كل يوم ما بزهقش خالص جدا. ده رقم واحد اكل بالنسبه لي. طب رامي ايه اكتر اغنيه مر رامي رامي اكتر اغنيه ابي رامي خلاص مرت عليك يعني مرت بظروف صعبه او الغنى اللي كنت بتغنيها وانت مودك مش تمام؟ ما ينفعش اغني اغنيه خالص مودي مش تمام مستحيل مش عارف. او جات لك وانت بظروف مش تمام يا استاذ رامي يا انكل رامي يا احلى رامي في الدنيا. الالبوم الثاني كنت في مشاكل كبيره قوي مع طارق العريان المنتج فكان الموضوع بالنسبه لي كنت بغني وانا متخانق يعني. فغني وانا متخانق؟ لا كنت بتغني وانا متخانق ما كانت في خناقه يعني كبيره. كنت متخانق قلب المواجع شويه تفتكر لنا اغنيه منها؟ لا والله ما هغني تاني. لا والله هتغني. انا هاكل دلوقتي انا دلوقتي. طب يلا يلا. لا والله الاغنيه واحده مش هخليك تغني تاني. هتغني يعني اخر اغنيه خلاص. انا هنا وطيت خلاص كده المفروض هغطيها على النار. وطي وطي تغطى وتساب ايه لغايه ما تندمج كده مع نفسي يعني هي هتقلل سائل اكتر كمان. اوكي تمام. مش عارف اني فجاه خدتوني من الاكل وانا فجاه ايه اكتر اغنيه بتدندنها لنفسك وانت بتبقى في المطبخ طيب بتعمل اكل اكيد في اغنيه تيجي في بالك. انت لسه زي ما انت يا عمر في عيني احلى عمر ده اللي كان بينك وبيني وما تيجي في الكلام سيرتك بقول دي حبيبتي الغالية دي بنت الوصول مستحيل اقبل في حقك اي كلمة انت اعلى من نوم فوق انت نجمة واللي يسألني عليكي بقول دي نعمة من جمالها طبيعي كان مني تزول زي ما انتي انت عندي زي ما انتي الغلاوة هي هي والمشاعر متدارية رامي
انت في كوبليه قلته ده انا اول مره اسمعه في الاغنيه دي والله مش عارف من جمالها من جمالها طبيعي كان مني تزور انا اول مره اسمع ايه ده انت مؤلفها لا دي اصلا دي قصه دي قصه بقى دخلونا في قصص ليه بس بجد حلوه قوي يعني الكوبليه ده حلو قوي الله اغنيه تحفه اصلا ممكن يعني الواحد يطبخ لنفسه حتى ما بيعرفش هترجع للطبخ تاني هبص على ايدك المود طيب بس هو هيتصرف اي حاجه عملها نفسه هياكلها مجبر لكن ينفع يعمل اكل لغيره انت قلت لي قبل كده من شويه بتطبخ لاصحابك كل اسبوع لا مش كل اسبوع يعني طب لما بتيجي تخش بقى انا هعمله النهارده اكل رامي كده بيبقى داخل بقى انا هموت بقى وحاسس ان هو مسؤوليه ايه بقى تعمل ايه بروح اشتري بروح الاول سوبر ماركت أوكي. عندنا في خلاص احنا جرينفا مش هينفع نقول بنروح فين عشان الاعلان اوكي ايوه عايزين تاكلوا ايه عايزين ناكل الكبده الاسكندراني اقوم رايح شاري 2 كيلو كبده اسكندراني وكيلو فلفل واقوم رايح البيت خلي البنت اللي عندنا تغسل الكبده كويس ايوه بعدين معلومه بقى الكبده ما تغسلش اقول لك الكبده بتتعمل ازاي ما تغسلش لا انا لازم اغسلها ما فيش دم أنا لو فريش لو فريش ما تتغسلش ليه اكل حاجه بدمها ايوه كل يعني واحد إيه؟ وعلى حسب في تقبل وخصوصا الكبده الجمل هي مش تاكل هي اكتر بحطها حاجة. الاول في زيت الكبده زيت اسيبه شويه احطها في الزيت دايركت من غير اي توابل ولا حاجه مفيش اي حاجه تاخد ال تشع دي اول دقيقه بعد كده بحط الثوم كتير شويه لانها بتبقى زفره ثوم كتير عشان هي زفره كبده اوكي وبعد كده بحط بقى فلفل اسود ومش عارف والتوابل بتاعتها والملح سيبها تلت ساعه كده تنشف تنزل الميه بتاعتها وتستوي وبتاع وبعدين احط لها الفلفل بقطعه بعد وهي خارجه خلاص يعني فاضل لها 7 دقايق وتاكليها ده 7 دقايق اصلا على النار كلها يعني لازم لا 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 مش 7 دقايق لا بتقعد تلت ساعه بس لما بتبقى 2 كيلو بتقعد طبعا يعني مش نص كيلو انا بحب الكبده ما تبقاش مستويه قوي بصراحه طب وهتغني لنا اغنيه كمان على فكره دلوقتي طيب عايزين نغني انا خلصت كل اغاني في مصر تقريبا هيوحشني الكلام وياك هيوحشني حبيبي طب بقول لك ايه ما تسمعينا صوتك كده احنا النهارده في النهار ابيض يا نهار ابيض بدندن سمعينا حاجه يلا والله ابدا تمام سمعينا بس ليه اكره الناس فيا طيب ليه مش بتعملي برنامج لا بس بنتكلم صوتي حلو اتكلم لكن اغني لا لا جربي لا ممكن اغني معاك اوكي لكن لوحدي كده لا هيوحشني الكلام وياك انت عارفه يلا هتوحشني هيوحشني حبيبي عينيك عرفت عندك هيوحشني الكلام وياك هتوحشني حبيبي عينيك ومش هقدر في يوم انساك ولا هعرف اعيش بعديك جوايا هتعيش مهما عمري يفوت وهعيش اطمن انا وياك ايامي من غيرك ما بحسبهاش ده انا انسى الدنيا دي وما انساش ولا ثانية في حياتي معاك هيوحشني الكلام وياك بصي صوتي بالله بلاش الغنى لا انا مع نفسي بص في البيت بدن لا حلو 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 والله بس ما تغنيش تاني بالظبط ده صوت شكرا ده صوت ده صوت يلا ناكل بقى يلا ناكل طب نطلع فاصل ايوه يا جماعه ونرجع ندوق طبقنا مع شيف خضرة والنجم الجميل رامي صبري وانا واختي استنونا